باسم الآب والابن والروح القدس الإحدى آمين. أنا عايز أكلمكم النهارده بروحنا رب وعشنا عن الآية اللي بتقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وفي الحقيقة الآية دي موجودة في الأناجيل الثلاثة في متى ومرقس ولوقا، وكلمة العالم ليها في الكتاب المقدس أكثر من معنى. على الأقل أذكر ثلاثة من هذه المعاني. إما العالم يعني الناس، العالم يعني إيه؟ الناس، زي الآية اللي في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم، يعني أحب الناس حتى بذل ابنه الوحيد. وزي الآية اللي في يوحنا 12:19 هو ذا العالم قد صار وراءه طيل عن سير المسيح بعدما أقام لعازر من الأموات. العالم قد صار وراءه يعني الناس. وفي آيات كثيرة عن المسيح كمخلص العالم إلى آخره. ده أحد المعاني، يعني معنى من المعاني إن العالم يعني الناس. وفي العالم يعني الدنيا دي، زي الآية اللي بتقول في العالم كان والعالم به كون، أما والعالم لم تعرفه يعني الناس. المعنى الثالث هو المادة اللي في العالم، يعني اللي منها الآية اللي في يوحنا الأولى الإصحاح 2 من آية 15-17 لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. محبة العالم هي شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. الذي يحب العالم فليست فيه محبة الآب. العالم يبيد شهوته معه. دي معنى ثالث. ولعل السيد المسيح قصد هذا المعنى الثالث، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، كل الأمور المادية التي في العالم، كل الشهوات الموجودة في العالم، كل العين والجسد وتعظم المعيشة اللي في العالم إلى آخره. ماذا يستفيد الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إلى جوار هذه العبارة أحب أن أقول لا يوجد أحد في الدنيا ربح العالم كله. العالم كله ما فيش حد استطاع أن يربحه. فالسيد المسيح بيقول في لو، يعني حرف امتناع لامتناع، ولم أخذ يقول لك امتناع الجواب لامتناع الشرط. حتى لو قدر الإنسان أنه يربح العالم كله وده مستحيل، وفي مقابل كده خسر نفسه، يبقى استفاد إيه؟ ويكملها ويقول أو ماذا يعطي فداء عن نفسه. لأن الإنسان ليس له سوى نفس واحدة، إن خسرها خسر كل شيء، ولا يستطيع أن يعطي شيئا عوضا عن نفسه أو فداء عن نفسه. يبقى استفاد إيه من العالم كله؟ لا شيء. ربحه عبارة عن خسارة.
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الغالبية بيربحوا جزء من العالم أو بيضحوا أنفسهم من أجل جزء من العالم، مش من أجل العالم كله. إما إنسان بياخد جزء من العالم زي إحدى شهوات العالم أو مال أو نساء أو مناصب أو كرامة أو أي شيء من هذا النوع. أمنا حواء أخذت ثمرة من ثمرات هذا العالم، لكن بالنسبة لها ضيعت نفسها وبيعت نفس آدم معها لما أكل معها من نفس الشجرة، ضاعت نفسها. إزاي ضاعت؟ حكم عليهم بالموت، حكم بطردهم من الجنة، حكم بأنهم يعيشوا في الألم والتعب بالوجع تلدين أولادا، وآدم بعرق جبينك تأكل خبزك، والأرض شوكا وحسكا تنبت لك. أول مرة نسمع في الكتاب عن الشوك والحسك. لما نقرأ في خليقة الله ما نلاقيش إنه خلق للشوك والحسك، لكن لأن الأرض ستتمرد عليه، وحين يزرع الأرض لا تعطيه قوتها، يبقى تنبت له شوكا وحسنا. وهكذا خسر نفسه بالنسبة للأرض وبالنسبة للسماء. لولا أنه بالفداء أنقذ الله نفسيهما في مصيرهما الأبدي، وأنقذ نفوس أولاد هذين الأبوين، وإلا كانوا ضاعوا أرضا وسماء. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو مثلا في قصة أخاب الملك حينما اشتهى حقل نابوت اليزرعيلي، هو مش اشتهى العالم كله، ده جزء بسيط، حقل نابوت اليزرعيلي. هذه الشهوة أفسدت نفسه من الداخل، فوقع في التآمر وفي شهود الزور وفي اتهام الرجل ظلما بالتجديف وبقتله ورجمه وسفك دمه ظلما، وقع في كل الخطايا دي. وبعدين ربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا. خسرت ارضا وسماء، ماذا انتفع الإنسان؟ مش ربح العالم كله، ده جزء بسيط، لكن ضيع نفسه فيه. حنانيا وسفيرة برضو جزء بسيط، اختلسوا جزء من المال اللي عايزين يتبرعوا به، وقالوا ادي أموالنا بعد ما اختلسوا جزء. فكانت النتيجة إن ماري بطرس الرسول حكم عليهما بالموت، فمات دون أن يتوب، وخسر أرضا وسماء وخسر نفسيهما. إيه اللي استفادوه من المال اللي خدوه؟ لا شيء. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فكان بالأولى اللي يربح جزء بسيط من العالم ويخسر نفسه.
في إنسان يحب يربح مال ولو بالخيانة. من القصص المشهورة عن هذا الأمر دليلة خليلة شمشون الجبار، عرضوا عليها أعداء شمشون أن كل واحد يديها 1100 شاة وتلعب على شمشون وتعرف سر قوته، وخانت شمشون وخدت من كل واحد منهم 1100 شاة وضحت بشمشون صديق عمره وخانته فهلكت، خسرت نفسها. وقيل أيضا إنها هلكت في المعبد أيضا، من القصص اللي بتقال يعني إن لما شمشون مسك العمودين ووقع المعبد كله كانت هي موجودة بتتفرج على شمشون وهو بيلعب، أو الناس افتكروا إن الجبوب يلعب فلعب بيهم مش لعب عليهم أمامهم. أهدي علشان تكسر عدة شواقل، ضيعت أبديتها وضيعت حياتها على الأرض. الخائن الأعظم في العالم كله يهوذا من أجل 30 من الفضة ضحى بالسيدة ومعلمه وربه، انتهى الأمر بالمشنق نفسه، لا كسب لا أرض ولا سماء. تفتكروش لما بيقول خسر نفسه يعني خسر نفسه في الأبدية فقط، كثير من الناس بيخسروا نفسهم أيضا على الأرض، زي اللي بياخد مخدرات مثلا بيخسر على الأرض وبيخسر في السماء. مش بس خسر نفسه في السماء وخسر على الأرض أيضا، وكثير من الخطايا بيكون لها عقوبة على الأرض غير العقوبة اللي في السماء، سواء كانت عقوبة في صحته أو في ماله أو في سمعته أو عقوبة من الدولة، برضو اسمه بيخسر نفسه. ياريت الواحد يفكر في نفسه شوي. في إنسان مش بيربح العالم كله، بيحاول أن يربح ولكن بيخسر نفسه برضه. مش لو ربح العالم كله بيحاول يربح، وحتى بيحاول يربح جزء من العالم ويهلك برضه. من أمثلة دول أبشالوم أراد أن يربح مملكة أبيه ومات، ومات وهو بخبة، وغالبا هلك أبشالوم لأنه لم يتب قبل أن يموت وقبل أن يقتل في الحرب. أراد أن يربح العالم فخسر العالم وخسر نفسه وخسر ما أراد أن يربحه. من أمثلة دول أيضا شاول الملك اللي أراد أو حاول أن يتخلص من داوود كمنافس له، فلم يتخلص من داوود وهلك شاول، لا كسب لا أرض ولا سماء. سليمان الحكيم، سليمان الحكيم ربما محدش يتمتع بالعالم قد بكل ما في العالم من أنواع وطرق شتى. ده قال يعني في سفر الجامع إصحاح 2 إني قضيت عبيد وجواري وبيوت وأشجار وفراديس ونساء وكل تنعمات البشر، ومهما اشتهته عيناي
لم أمسكه عنهم. مفيش حد قال كلام زي ده تاني، مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهم. ومن ضمن دول النساء، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في سفر الملوك الصف 11، يقول الكتاب إن سليمان كان في أواخر أيامه أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. ابتدأ يعمل بعض العشتروت والملكوم ولآلهة الأرض، وضيع سليمان نفسه. لول إن ربنا تدخل في الموضوع بأمرين، أحد هذين الأمرين إنه زي ما قال قبل كده لداود إن ابنك لما يجي ويجلس على كرسيك إن أخطأ أؤدبه بضربات الناس بني آدم، ولكن رحمتي لا أنزعها منه كما فعلت مع شعب. وتاني حاجة قاد الله إلى التوبة بسفر الجامعة وسفر النشيد وسفر الأمثال، وخلص كما بنعرف بالكاد بالعافية، لكن كاد أن يضيع نفسه هذا الحكيم الذي كان أحكم أهل الأرض كلها. ما دام الأمر هكذا، إذن فليهتم الإنسان بنفسه، لأن مهما أخذ من العالم هيسيب، ما فيش حاجة هياخدها معاه في الأبدية أبدا، لا هياخد معاه لا مال ولا مناصب ولا وظائف ولا عظمة ولا كرامة ولا حاجة أبدا من ده كله، ولا نساء ولا حاجة. وطبعا النساء ما تاخدش معاه رجال، يعني هي حكاية هي هي. فلو ليس شيء من هذه الأمور باقيا معه إلى الأبد، العالم يبيد وشهوته معه. نكتفي كده في الدنيا.